اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عروض البيع. جبنا لكم يا جماعه النهارده فيديو جميل جدا للناس عشاق الغزار. قبل ما نتكلم في الفيديو يا جماعه، يا ريت اللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ان شاء الله باذن الله يا جماعه هنبدا في تنزيل الجوائز والمسابقات من النهارده ان شاء الله بالليل. يعني الفيديو بتاع بالليل النهارده هيكون فيه 3 اصوص هيتعملوا عليهم سحب، قصه زر قطيفه وقص كشك والقص الثاني هزاز. فياريت تشاركونا يا جماعه، وهتكون المسابقه بسيطه جدا وحاجه سهله يعني في المتناول. وباذن الله هيبقى في مصداقيه في السحب، يعني هنعمل فيديو بس مباشر على السحب. وباذن الله يا صاحب النصيب اللي هيتصور اللي هيفوز بالحمام هيتصور مع الحمام عشان الناس تعرف ان في مصداقيه. نبدا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده يا جماعه للناس اللي بتحب الحمام الغزار والابلق المستويات الحلوة والأسعار المناسبة. أخونا محمد السيد من الجيزة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك له، راجل محترم والراجل بيبيع الحمام بالضمان، يعني الحمام لا فيه أي بيرجع له تاني. حمام مساويد وحمام أبلق وحمام غزار بكافة أنواعه وحمام أغبر، ويعني يا جماعة مجموعة حمام مستويات عالية للناس اللي بتحب الحمام العالي. ده قصة مستويات يا جماعة، حمام مظبوط، وزي ما احنا قلنا الراجل ده بيبيع الحمام بالضمان، يعني بيديك القص لو ما اشتغلش. هو بيبيع الحمام، اغلبية الحمام اللي عنده شغال، لو ما اشتغلش او في مشكلة الحمام بيرجع له وبتاخد فلوسك وبتاخد حمام مكانه وتاخد اللي يرضيك يعني. ده كان احمر غزار وانتهى مرقعه. حمام مستويات عالية يا جماعة، وحمام يستاهل حلال في الفلوس. هي اسعاره يا جماعة في المتناول، يعني اسعاره مش غالية ولا حاجة، بس انا ما يعني اللي عايز اعرف الاسعار يتواصل على رقم التليفون ومتاح الشحن لكل المحافظات يعني. والراجل ده مضمون يا جماعة وراجل محترم. ده زاج الاكتاف، حتى انت لو احتجت فرد واحد، لو احتجت انت، لو احتجت ذكر، لو احتجت اي حاجة بتلاقي عنده فبعتهولك شحن. احنا بندور يا جماعه على الناس المحترمين نتعامل معاهم، الناس اللي هم اهل الثقه، الناس اللي هم سمعتهم حلوه. ما بندورش على حد غشاش ولا حد من الناس اللي سمعتهم مش كويسه نتعامل معاها، عشان احنا بنشجع الناس المحترمين فقط لا غير. وبكره يا جماعه والله انتوا مكسبنا الحقيقي، واحنا والله الحمد لله ان احنا يعني اللي عرفنا عن القناه، ده مكسبنا الوحيد من القناه ان احنا عرفنا ناس محترمه. يمكن المكسب الوحيد من القناه اللي انا عرفت ناس محترمه، اتعرفت على ناس محترمه كتير، مش عايز اذكر اسماء يعني عشان ما انساش حد. وبيكو والله انا كبير بيكو وغني بيكو، الحمد لله احسن اخوات واحسن اصحاب، ربنا يبارك فيكم. كفايه بس ما بغيب ناس بتسال عني وناس بتتواصل معايا وبتشوف ان سبب غيابي ايه، ده عندي بالدنيا والله. وناس بتسالي يعني عن يعني ناس كتير جدا، ربنا يبارك فيكم جميعا ويصلح حالكم يا رب. الحمام الغزار على حق يا جماعة، اللحمة الغزار على حق، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، تقليب زي ما الكتاب قال. ربنا يبارك لجميع الناس اللي بتحب الحمام النظيف يا جماعة، الحمام الأصل اللي مش داخل فيه حاجة ولا ملعوب فيه، كلها بيوت قديمة يا جماعة، تقليب زي ما الكتاب قال.
اللي حابب يا جماعة يتواصل يشتري، يتواصل على رقم التليفون. ولو انت ناقصك نتاية، ناقصك ذكر، ناقصك اي نواقص وحاجات من دي وعايز تكملها، الراجل ده عنده ذكورة وعنده نتي فرضانيات، يعني عنده حمام اللي انت عايزه، وهيبعته لك لغاية عندك. لان برضو موضوع يكون عندك مثلا قص كويس نظيف، في نتاية ماتت ولا حصل حاجة ولا ذكر مات ولا في نواقص، يعني بتبقى محتار تكمله ازاي ولا تجيبه منين، وبيبقى خسارة فعلا. فالراجل ده عنده النواقص اللي ممكن يخدمك فيها. دول مع أصول شغالة زاجل وباكستاني بأسعار مناسبة للناس اللي بتحب الحمام التحضين وحمام النش والحاجات دي. مجموعة أصوص بسم الله ما شاء الله حوالي 20 قص أو 25 أو 15 قص في الموضوع ده كده يا جماعة. الحمام الزاجل يا جماعة من أحسن الحمام في المطار وحمام التحضير. فاللي حابب يا جماعة يشتري حاجة يتواصل مع الرقم ده والمكان المرج، راجل محترم. وربنا يبارك للجميع ويرزق الجميع من فضله. وبرضو يا جماعة هنذكركم، لو انت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. ولو عندك حمام عايز تعرضه للبيع، رقم تليفوني مثبت على مقدمة الفيديو تحت العلم على طول، تواصل معنا واتساب وهنعمل لك اللازم. لو انت عايز اسئله في العلاجات، لو انت عايز اسئله شرح، عايز حاجات من دي، قولنا في التعليقات وان شاء الله معانا مجموعه باذن الله ناس من اصدقائنا هتعمل صور لكم اللي انتوا عايزينه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.